طبعا يعني كابتن عادل هيكل الله يرحمه، طبعا ربنا صبر زوجته واخواته. طبعا كابتن عادل كان قامه كبيره جدا في الكره المصريه وعلامه كبيره كانت يعني بصراحه. وطبعا يعني احنا بنفتقد النجوم دي، ما بنحسش بها الا بعد ما يتوفوا. طبعا كابتن عادل هيكل كان الصديق الصدوق للمرحوم الكابتن هيكل، عشره وطول عمرهم على اتصال دائم لغايه ما يمكن الوالد توفى يمكن في 2011. دايما كانوا في صله اتصالات ومواقف جميله، والكابتن عادل كان ليه موقف معايا طبعا جميل جدا، انه هو وقف معايا في وقت من الاوقات في الجامعه لما كان ماسك هو جامعه بيروت وساعدني جامد جدا. وطبعا يعني لو اتكلمنا على حاجات كتير مش هنقدر نوفي له حقه، لانه كان نجم كبير في القلعه الحمراء طبعا النادي الاهلي. وطبعا احنا كنا بنسعد بنتشرف بالناس الكبيره العمالقه دي ايا كان طبعا وجودهم. فطبعا لما بنخسر حد فيهم بنخسر تاريخ او بنخسر عملاق من العمالقه، لكن تاريخه لوحده مشرف. لو اتكلمنا على تاريخه هنلاقي حاجات كتير جدا. الله يرحمه طبعا الكابتن عادل كان الناس الطيبين جدا والجمال، وكنت دايما على اتصال بيه دايما يعني، حتى يمكن قبل الوفاه اتصلت بيه اكتر من مره. وطبعا لكن طبعا يعني الدنيا بقى انت عارف يعني، لكن الحمد لله نقول طبعا يعني ربنا صبر زوجته والاسره بالكامل، وان شاء الله باذن الله يعني يكون في الجنه مع نجومنا اللي سبقونا طبعا يعني ان شاء الله باذن الله. شكرا.